شاركت الحكومة في الفاعلية رفيعة المستوى لإطلاق منصة التمويل المشترك بين 10 بنوك تنموية متعددة الأطراف، وذلك ضمن فعالية اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين. وفي كلمتها شددت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط على أهمية التمويلات المشتركة بين شركاء التنمية بما يساعد على تنفيذ المشروعات الضخمة التي تحتاج تمويلات بأحجام كبيرة، فضلا عن حشد التمويلات للدول النامية والناشئة. تعمل الحكومة على الانتهاء من الأعمال الإنشائية لمصنع السويس لمشتقات الميثانول بدمياط. وخلال تفقد وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا الأعمال الإنشائية لمصنع السويس لمشتقات الميثانول بدمياط، أكد أهمية الإسراع بتنفيذ هذا المشروع الحيوي الذي يعد إضافة لصناعة البتروكيماويات المصرية. هذا وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمصنع الجاري تنفيذه 140 ألف طن سنوياً مقسمة إلى 21 ألف طن سنوياً من اليوريا، ويقام المشروع على مساحة 100 ألف متر مربع وباستثمارات تصل إلى 120 مليون دولار. استضافت مدينة شرم الشيخ المؤتمر الدولي رفيع المستوى لترابط قطاع الطاقة، والذي أقيم بمشاركة البنك الأفريقي للتنمية وعدد من وزراء الكهرباء والطاقة في القارة الأفريقية وشركاء التنمية الدوليين. ناقش المؤتمر القضايا الخاصة بأمن الطاقة وتوفير الكهرباء والتصنيع المتكامل الإقليمي ومشروعات الربط الكهربائي وسوق الكهرباء الأفريقية الموحدة. وثمن المشاركون دور مصر القيادي لتوفير الكهرباء لأكثر من 75% من سكان أفريقيا المحرومين من مصادر طاقة، وذلك من خلال حشد الجهود العالمية للتعاون مع دول القارة وتدريب الكوادر الأفريقية. هذا المؤتمر بنسعى من خلاله أن احنا إبراز دور مصر الحضاري في تحقيق طفرة في مجال الطاقة الكهربائية وبخاصة في الطاقة المتجددة، اللي احنا عندنا استراتيجية طموحة أن احنا نوصل 42% بعد حلول عام 2030. وصلنا النهاردة إلى حوالي 20% من الحمل الأقصى، لكن بنسعى إلى هذا. ودايما احنا بنسمن الدور اللي بتقوم به الحكومة المصرية، كانت فرصة كبيرة جدا خلال العقد اللي فات أن اكتساب الخبرات والثروة والطفرة اللي حصلت في مجال قطاع الكهرباء والطاقة اللي موجود في مصر خلال العشر سنوات الماضية أو أكثر. ودي فرصة طبعا هائلة طبعا لينا نحن نكون مشاركين مؤتمر الطاقة الأفريقي الثالث اللي أول مرة يتعمل في مصر، خصوصا أن احنا عارضين كل الحلول المتكاملة للقارة، خصوصا القارة بتعاني من مشكلة نقص الطاقة وإلى آخره، فالحمد لله احنا عارضين مجموعة حلول كبيرة جدا. في سوق المال أنهت البورصة المصرية جلسة اليوم أولى جلسات الأسبوع بارتفاع جماعي للمؤشرات، وربح رأس المال السوقي 19 مليار جنيه ليغلق عند 1,930,000,000,000 جنيه. وارتفع مؤشر EGX30 وذلك بنسبة 1.3% ليغلق عند مستوى 28,623 نقطة. وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 متساوي الأوزان بنسبة 1.72% ليغلق عند مستوى 6,616 نقطة. وارتفع أيضا مؤشر EGX100 متساوي الأوزان بنسبة 1.62% ليغلق عند مستوى 9,407 نقاط. تراجعت معظم أسواق الأسهم في الخليج وسط توترات جيوسياسية وحالة من الضبابية تحيط بسياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة. وهبط مؤشر قطر 4%، كما تراجع مؤشر سوق البحرين بنسبة 22%، وهبط مؤشر سوق مسقط بنسبة 28%. في المقابل صعد المؤشر الرئيسي السعودي 1%. أبقت لجنة السياسة النقدية في بنك إسرائيل المركزي على سعر الفائدة عند 4.5%، مرجعة ذلك إلى حالة الضبابية بسبب الحرب المستمرة منذ أكثر من 6 أشهر مع حركة حماس في قطاع غزة. كان البنك المركزي قد خفض في يناير تكاليف الاقتراض 0.25% في أول خفض منذ قرابة 4 سنوات، لكنه أبقى سعر الفائدة ثابتا في الاجتماعين التاليين بسبب ضبابية المشهد الجيوسياسي واستمرار ضغوط التضخم.